الحمد لله رب العالمين. كثير من طلبة العلم لا يحررون محل النزاع في مسألة ما حين يختلفون في مسألة حتى تتضح. مثلا إذا اختلفنا في المظاهرات، مثل في قضية صب النبي صلى الله عليه وسلم، فداك أبي وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، يأتي واحد منا بآيات محبة والأحاديث محبة في ذلك ما لم نختلف، إننا ما نختلف في المحبة، الأصل محبة ما نختلف فيه، حتى تأتينا بآية أو حديث يدل على المحبة لم نختلف فيها. الخلاف بيننا هل هذه المحبة تجعلنا أن نتصرف تصرفا لم يتصرف السلف الصالح في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، أو نفعل عبادة لم يفعله السلف الصالح لمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. مثال كاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الناس يستدلون بآيات المحبة والأحاديث المحبة على المولد. هذا ليس بصحيح، لأننا لم نختلف في أصل المحبة، إنما اختلفنا في جزئية معينة. إذن هل محبة النبي صلى الله عليه وسلم يجعلنا أن نأتي بالعبادة أو شيء لم يفعله سلف الصالح رضوان الله عليه؟ هذا هو أصل الخلاف، هو محل النزاع، هذا هو النزاع. لازم نحررها ثم نأتي عليه بالأدلة. هذا أولا. ثانيا، إن من أكبر أسباب البدع عدم المطابعة السلف الصالح رضوان الله عليه ككبار الصحابة. كثير من البدع هذا هو سبب. كبار العلماء مثل الخوارج والمعتزلة، الخوارج خالفوا بعلي رضي الله عنه واتوا بالآيات والأحاديث، نصوص الآيات نصوص القرآن والأحاديث على ما اختلفوا مع علي رضي الله عنه مع علي رضي الله تعالى عنه بنصوص القرآن والسنة. لم يختلف علي بهذا، إنما اختلاف في جزئية معينة. وهكذا خالفوا كبار الصحابة ومعتزلة، مثلا معتدلة خالفوا الحسن البصري، وخالفوا كثيرا. خالفوا في ماذا؟ في فهم الآية والمتابعة. لأن هناك لابد من أمرين: النص والمتابعة. النص لابد تأتي بالنص، تكون على نص، والمتابعة كيف؟ يعني المتابعة من؟ متابعة كبار العلماء، متابعة كبار الصحابة. هذا الذي أضل من الخوارج. حتى في هذه الزمان، الذي كنا فيها، المشكلة بيننا وبين الخوارج العصرية، يأتون بالنصوص القرآن ويأتون بالنصوص السنة. قلنا نعم، لكن هذه النصوص التي أتيتم بها لم يفهم السلف، لم يصرف الصالح على هذا وجه. السلف الصالح لم يفهموا هذه الآيات والأحاديث على هذه الوجه. يعني لا بد من الشيئين، يعني النص والمتابعة. هذا مهم جدا 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 في الأمور الكثيرة، في المسائل الكثير. مثلا صحابة رضوان الله عليهم، قد عوذي النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الصحابة في الزمن النبوي، في الزمن المكي، عوذي النبي صلى الله عليه وسلم حتى طلب الصحابة الجهاد. الله سبحانه قال: ألم تري للذين قيل لهم كفوا أيديكم عن الجهاد. الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالصبر، الصبر والمصابرة. هذا الذي وقع في هذا اليوم، وقع في زمن الصحابة. ماذا فعلوا حتى نفعل فعلهم؟ لا نأخذ النصوص الحديث والآيات الحديثة الذي لم يفهم الصحابة ولم يفهم كبار التابعين ومعادون على هذا غلط كبير. نسأل الله السلام عليكم ورحمة الله.